أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية العربية الدولية ونبدأ بعد الفاصل. نبدأ من المدى. يقول علي حسين في صحيفة المدى: ماذا أكتب وأنا أرى العراق منذ سنوات يحتل باقتدار ذيل قوائم الرخاء والأمان والاستقرار؟ ماذا أفعل حين أجد إمبراطورية جيبوتي مصرة على أن تنافسنا الموقع والمكانة في سجل الرخاء والرفاهية والأمن، فيما استطاعت الصومال هي الأخرى أن تتجاوزنا بنقطة واحدة فقط؟ هناك دول نحن أفضل منها، نحن سبقنا أفغانستان مثلا في مجال الازدهار، ولكننا وهذه نعمة من الباري أفضل بكثير من العام الماضي، فقد تقدمنا خطوتين في مجال حرية التعبير، بمعنى أنك تستطيع أن تكتب وتتحدث عن السرقة والفساد المالي والسياسي وأن تنتقد وحتى عن عمليات القتل على الهوية، وبإمكانك أيضا أن تسخر من كبار السياسيين المسؤولين. فقط تحدث، لا شيء سيحدث، لا أحد يقرأ ولا أحد يسمع، وما يجري مجرد حكاية يملأها العنف والضجيج والبلادة ولا تعني شيئا، كما أخبرنا المرحوم شكسبير ذات يوم. القارئ العزيز، لعل أسوأ ما نمر به اليوم أنك وأنا لم نعد بحاجة إلى أصحاب أجندات يشككون بمنجزات ساستنا الأفاضل. الناس تعرف كل شيء، وكل مواطن يملك من المعرفة حول فضائح المسؤولين أكثر بكثير مما تتسع له هذه الزاوية الصغيرة. ودعوني أستشهد بالجنرال الروماني بومبيوس حين قال لمواطنيه يوماً: إلى ما تسألوننا عن القانون ونحن من نحمل السيف في وجه الأعداء؟ وكان السيد بومبيوس صاحب نظرية أن القيصر فوق المساءلة لأنه فوق الشبهات، وهؤلاء الذين يعيشون فوق الشبهات لم نجد أحداً منهم يسأل لماذا الصومال أفضل منا؟ ولماذا نحن نراوح في سلم جيبوتي وأفغانستان؟ في أحدث تعليقات لبعض السياسيين الذين ملت الناس من تكرار أسمائهم، قال أحدهم إن جميع المشاكل تحل من خلال الدستور، ويترك لنا أن نفهم ما إذا كانت القضية المطروحة هي الاختلاف على الدستور أم الاختلاف على توزيع الحصص. الناس تعرف جيداً أن ساستنا الأفاضل أبدلوا ملفات مهمة مثل الخدمات والتنمية والصحة والتعليم والبطالة والسكن بملف واحد هو الصراع على السلطة ومنافعها. ففي كل يوم يصحو العراقيون على سؤال جديد: هل الحديث اليومي عن الدستور يمكن أن يعوضهم سنوات من التخبط والارتجالية والمحسوبية والانتهازية التي مارسها العديد من السياسيين؟ فبدلاً من أن يكون سعي الساسة إلى أن يكون العراق تاريخاً من الاستقرار والازدهار، تحول على أيديهم إلى سلسلة طويلة من التجارب الفاشلة في الحكم، مرة في الحديث عن أخطاء الدستور ومرات عدة في السعي إلى إقصاء الآخرين بكل وسائل الاجتثاث. نقرأ تقريرا لموقع الهيئة نت حول أزمة الكهرباء في العراق هذه المعضلة: فساد، فشل حكومي مستمر، معاناة دون حلول، لا تزال أزمة انقطاع التيار الكهربائي أيها السيدات والسادة المتجذرة منذ سنوات طويلة في العراق تمثل كابوسا يلازم العراقيين تماما، كابوسا ويؤرق حياتهم مع حلول فصل الصيف في كل عام، رغم المبالغ الباهرة التي صرفت من أجل تحسين منظومة الكهرباء والتي ذهبت إلى جيوب الفاسدين وإلى أدراج الرياح، ولم تستثمر بصورة صحيحة لتبقى الكهرباء واحدة من صور الفشل الذريع لحكومات بغداد المتعاقبة الفاسدة الذي شمل جميع قطاع الخدمات في البلاد دون استثناء. تسعى جهات حكومية متنفذة لبقاء العراق بلا كهرباء والاعتماد على الغاز المستورد من إيران، الأمر الذي أدى إلى تفاقم أزمة الطاقة في البلد، حيث شهدت أغلب مناطق العاصمة بغداد والمحافظات الأخرى في المدة الأخيرة انقطاعاً شبه تاماً للطاقة الكهربائية، وبلغت ساعات التجهيز أدنى مستوى لها في وقت تكررت وبشكل غير مسبوق العواصف الترابية
التي يعزوها الخبراء إلى التصحر والتغير المناخي، مما فاقم معاناة العراقيين وأنهكهم وأثر على جميع نواحي حياتهم، وسط تحذير من أن تزايد ساعات قطع الكهرباء في هذا الصيف سيضاعف من الغليان والغضب الشعبي وسيولد انفجاراً لدى الشارع العراقي. وتستورد حكومة بغداد ثلث احتياجات العراق من الغاز من إيران لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية، حيث تحصل على استثناءات دورية من واشنطن لاستيراد الغاز الإيراني نظراً للعقوبات المزعومة على طهران، فيما أجرت الحكومات المتعاقبة عدة صفقات وصفت بأنها تخدم مصالح الجانب الإيراني إثر شرائها الغاز بأضعاف سعره الحقيقي في الأسواق العالمية، بعد فضائح انتشرت حول صفقات الفساد في وزارة الكهرباء الحالية والجهات السياسية المرتبطة بها. وفي هذا السياق أقرت لجنة الطاقة والكهرباء في حكومة بغداد بأن منظومة الكهرباء لا تزال سيئة وغير قادرة على تغطية الحاجة الفعلية للبلاد، وأن الصيف الحالي قد يكون الأسوأ في مجال الطاقة على مدار 18 عاماً. نشرت مجلة إيكونوميست تقريراً حول موافقة تركيا التخلي عن معارضتها انضمام كل من السويد وفنلندا إلى حلف الناتو، ووصفته بأنه تطور. وقالت إن أردوغان مارس في شبابه كرة القدم كلاعب شبه محترف، وكرئيس لتركيا لم يعد يهتم لو ارتكب أخطاء مهنية من أجل الوصول إلى ما يريده هو نفسه في السياسة الدولية، فقد كان قراره الشهر الماضي الوقوف أمام طلب السويد وفنلندا الانضمام للناتو، ووقعت كل من أنقرة وستوكهولم وهلسنكي مذكرة تفاهم مشتركة بين البلدين على هامش اجتماع قالت الناتو في مدريد. حصل من خلالها أردوغان على تعهد البلدين الإسكندنافيين بالتضامن والتعاون الراسخين لمكافحة الإرهاب بكل أشكاله، ووقف دعم حزب العمال الكردستاني الجماعة الانفصالية التي تخوض حربا منذ عقود ضد الدولة التركية والفرع المرتبط بها في سوريا ووحدات حماية الشعب YPG. وافقت السويد وفنلندا على رفع الحظر عن تصدير السلاح إلى تركيا والحد من نشاطات جمع التبرعات لحزب العمال الكردستاني ومعالجة المطالب التركية بترحيل وتسليم الناشطين الأكراد وتعديل القوانين لتسهيل عمليات ترحيل المشتبه بتورطهم في الإرهاب مقابل دعم تركيا لطلبيهما الانضمام للناتو. وقالت المجلة إن الأمين العام للناتو يانس ستولتنبرغ يعمل بجهد ونشاط منذ أسابيع لتجاوز الخلاف الذي هدد القمة، واعترف قائلاً لم يعاني حليف من الوحشية الإرهابية أكثر من تركيا، وعمل الحلفاء الآخرون من خلف الأضواء على مساعدة ستولتنبرغ على نزع الفتيل من أمريكا التي ظلت خارج الأضواء، ولكنها حذرت تركيا بشدة من أنها قد تخسر طلبها شراء مقاتلات F-16 وموافقة الكونغرس عليها. ومع إعلان قادة الناتو عن الدعوة الرسمية لكل من السويد وفنلندا، فإن قبولهما بشكل رسمي يقتضي أشهراً من العمل ومصادقة الدول الأعضاء 30 على الانضمام من خلال التصويت في برلمانات الدول. وهناك مجال واسع للاختلاف حول الاتفاق وقدرة القيادة. إن بوتين دخل الحرب لمنع توسع الناتو وحصل بدلاً من ذلك على مزيد من الناتو، وحتى ينضم البلدان رسمياً فلن يكونا مشمولين بالمادة 5 من ميثاق الناتو التي تقضي بأن الهجوم على عضو هو هجوم على الكل. قالت وكالة بلومبرغ إن فكرة تشكيل تحالف أمني في منطقة الشرق الأوسط تصطدم بالحديث المتكرر عن العدو المشترك بعد أن عاد طرح الأمر مع زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة. وأشارت الوكالة في تقرير إلى تصريحات الملك عبد الله الثاني في الأسبوع الماضي من أن الأردن سيدعم فكرة تشكيل تحالف شرق أوسطي مثل حلف شمال الأطلسي الناتو. وقال في مقابلة مع شبكة CNBC محذراً يجب أن تكون المهمة واضحة
جدا جدا، وإلا فإنها ستشوش الجميع، وتبدو إسرائيل راغبة هي الأخرى بالفكرة، ويمكن أن تدعمها إدارة بايدن كذلك على الأقل لحماية الرئيس من النقد في الكونغرس الأمريكي، حيث يتهم بالتساهل مع طهران، يقصد بايدن. إن الجدال حول ناتو شرق أوسطي، وإن بدا معقولا، إلا أنه يبدو مثيرا للسخرية بسبب الواقع السياسي والعسكري في المنطقة، ذلك أن الدول التي ستنضم إلى التحالف تجد صعوبة في تعريف الأهداف الأمنية المشتركة علاوة على العدو المشترك. وفي عام 2017 تقدمت السعودية بمقترح إنشاء الحلف الأمني للشرق الأوسط، وحظيت بدعم كبير من إدارة دونالد ترامب، وأطلق عليها لاحقاً ناتو عربي. ومنذ فشل هاتين المحاولتين حدث تطوران مهمان. أولاً، وقعت إسرائيل اتفاقيات تطبيع مع بعض الدول العربية، مما يعني أن قواتها ستشارك في أي تحالف جديد. أما الثاني فهو الخطر الذي باتت إيران تمثله، حيث أصبح أكثر وضوحاً وقوياً، وتبدو إيران على حافة امتلاك قدرات نووية بعدما راكمت كميات من اليورانيوم المخصب الذي يمكنها من عبور مرحلة الاستخدام المدني. وترى إدارة بايدن أن التهديد النووي الإيراني يمكن احتواؤه من خلال إحياء الاتفاقية النووية الموقعة عام 2015. والمشكلة أن إحياء الاتفاقية يعني رفع العقوبات عنها، مما سيمكنها من بناء قواتها التقليدية وضخ أموال لشبكاتها من المتطرفين والإرهابيين في المناطق. وقالت الوكالة ربما فكرت أن هذا سبباً كافياً لدفع دول المنطقة والتفكير جدياً بتحالف يوقف التهديد الإيراني. ورغم التعاون الوثيق المتزايد بين إسرائيل ودول عربية في المجال الأمني، لأن هناك تبايناً حول إيران والاستراتيجيات المختلفة للتعامل مع طهران، كل هذا يعكر فكرة تحديد مهمة واضحة جداً جداً التي تحدث عنها الملك عبد الله. نشرت مجلة فورين أفيرز تقريراً قالت فيه أن رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي يواجه معضلة في علاقاته مع الشرق الأوسط بسبب الإسلاموفوبيا وخطاب الكراهية والعنف الموجه ضد المسلمين في الهند. وذكرت المجلة في تقرير أنه في الوقت الذي حث فيه المسؤولون الغربيون بمن فيهم الولايات المتحدة مودي وحزبه على العودة إلى التشاركية، إلا أنهم لم يضغطوا إطلاقاً على نيو دلهي، فهي شريك اقتصادي وجيوسياسي في التنافس الأكبر مع الصين، لكن المناخ المظلم من حكم الغالبية والتعصب أدى لتوبيخ دولي قوي شديد اللهجة للهند في شهر حزيران يونيو، ولم يأتي من الدول الغربية ولكن من عدة دول عربية. مودي هو أول رئيس وزراء هندي يزور إيران وإسرائيل وقطر والسعودية والإمارات العربية المتحدة في ولاية واحدة. وفي ظله عملت الهند على تأمين مصادر النفط والغاز من الشرق الأوسط والمهمة لأمنه، وتأكد من رفاه حوالي 9 ملايين هندي يعملون في دول الخليج. وقادت الدبلوماسية النشطة لتوسيع التعاون والاستثمار والعلاقات الأمنية مع دول مجلس التعاون الخليجي، ويواجه هذا التعاون غير المسبوق خطراً من خلال اليد الطليقة التي منحها بي جي بي للإسلاموفوبيا في داخل الهند. وفي الماضي أعربت دول العالم الإسلامي عن مخاوفها بشأن التطورات السلبية المتعلقة بعدة تطورات تطال الأقلية المسلمة في الهند، وانتقدت في بعض الأحيان علنية الهند، مع أن ذلك لم يؤدي لتغيرات ملموسة في السياسة، إلا أن الحادث الأخير له طابع مختلف، فالتعليقات اللاذعة أو الصور الكاريكاتيرية التي تسخر من النبي محمد صلى الله عليه وسلم أدت إلى ردود فعل قوية وبعضها عنيف من عدة دول مسلمة. وطالما شجبت الدول العربية المسلمة موجات من العنف الطائفي قبل وصول مودي إلى الحكم، لكن الفرق هذه المرة أن هناك الكثير على المحك، فمنذ الاستقلال كانت الهند حريصة للتأكيد على التزامها بالعلمانية وطمأنة الدول الإسلامية حول سلامة مسلميها الذين يبلغ عددهم 200 مليون نسمة، وهم يمثلون ثالث تجمع للمسلمين في العالم
بعد إندونيسيا وباكستان. وفي خبرنا اليوم، بدأ آلاف الحجيج في الوصول إلى مكة المكرمة اليوم الجمعة من بين ما يقارب مليون حاج، يتوقع أن يؤدوا هذا العام، عفوا ربما الجمعة الماضية يقصد الكاتب، مناسك الحج بعد عامين من التوقف بسبب جائحة كوفيد-19، مرتدين ملابس الإحرام وبعضهم يمسك مظلات لتقيه حرارة الشمس اللافحة. أدى المئات الطواف حول الكعبة المشرفة، وسمحت السعودية هذا العام بدخول حجاج من خارجها، ولم يحضر الحج في العامين الماضيين سوى 4000 من السعوديين والمقيمين مع نشر جائحة كوفيد-19 للفوضى في العالم برمته وحدها من السفر. لكن السلطات السعودية قالت في معرض كلامها إن مليون شخص فقط يمكنهم أداء الحج هذا العام، وهو أقل من نصف الأعداد قبل الجائحة، ويقتصر الحج هذا العام على الحجاج الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و65 عاما، وتلقوا كل جرعات اللقاحات للوقاية من كوفيد-19 ولا يعانون من أمراض مزمنة. متابعة ممتعة مع الكاريكاتير. إلى اللقاء.